شيء عظيم عظيم، حتى بيكون لابق عليك صراحة، أفضل من الأخبار والنشر اللي كأنك بدر الدجاج. لا طيب، طيب اسمع اسمع يا علي، بقولك أما فقرة الأخبار هي كانت ممتازة، طلب مني إني أكثرها وأنا والله رفضت. زين لا تمزح، لا حرام لا. الآن نطالب الميديا ينزلون، اسمع اسمع اسمع، ينزلون تصوير. الله يخليك، اسمع علي خليك، اسمع الله يخليك، خل أخوك يجاوب. اسمع الميديا ينزلون الآن تصويت، هل يرغبون بكثرة الأخبار ولا لا؟ يعلم عبد الله إن شاء الله. أنا ما في دائم في ريلي صحفي صحفي تبحث على الأخبار. نعم في في ريلي في قصص دينية مهني مهني. يعني أنت عارف المهنة وعلى ما قال ظروف المهنة وأخلاقياتها. صناعة الخبر مش شيء سهل، صناعة الخبر صعب. هات الكم يا عبد الله علمهم. أستاذ عبد الله الراجح صحابي سابق صح، من شتات من شتات يقول بعدين تشابهون، يقول من شتات شابهون في سمات كثيرة صح. يقول عطى من شت. طيب عبد الله عطنا من شت. والله ما يحضرني ومتعشي، وش ذي وجبة ولا وش؟ لا 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 والله لا تصير عفو ما تعرف. لا لا يا عبد الله شوف، لا لا والله ما ادري وش من شت. ما تعرف الماشت؟ ها؟ عناوين الأخبار يسميها، هو يسميها عناوين الأخبار. طيب تكلم بالعربي أنت، عنوان عنوان عنوان، قل عنوان يا أخوي يا أبو. بس اشتهرت في الصحافة. وين راحت الفصاحة؟ لا لا اشتهرت أيام أستاذك عبد الله الراجح، أيام الصحافة السوداء. اسم أستاذ الجميع هو، بس تفضل. أستاذك أنت. أنت قال إنه أستاذنا قبل. لا عرفت. وبعدين على قولتهم هو استاذ وما عندي مشكله يصير استاذي، وقلت انت ان استاذك قبلي. طيب وراك زعلان، خلاص استاذنا كلنا خلاص. خلاص طيب اي طيب. منشط عطنا منشط، عطنا من الموضوع عنوان النقد. لا 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 ابغى القاء. وشو نبغى؟ اسلوب اخباري. عطنا عنوان للنقد مقبول. هات هي عنوان هات. طيب وش تبي؟ لا انتم شماته ما تصلحوا. لا 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 والله شماته. لا لا اسمع ما بثبت عليك صدقني. نبي عنوان حلقه اليوم. طيب دقيقه، اعضاء النقد. لا اسلوب اخباري. لا انا بسلوب اخباري. ايوه اخي والله انك لا لا يلا انا ما اشوف نفسي الحين كيف وضعي، كيف الشخصيه يا ابو عبد الله؟ حلوه. يلا طيب خالد عبد الرحمن بدون عبد الرحمن. حلوه حلوه. خله يقول يا علي. انا اشوفك طقطقت بس يا شيخ خلاص خلصنا. طيب ما يحضرني شيء، ما يحضرني والله الحين شيء. يا عبد الله لا تغلط، لا تطلبك الحين يا عبد الله. والله مشغول، والله مشغول. زاتك يا عبد الله يطلبونك. يا عبد الله والله مشغول. انت كله عبودي 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 عبودي. والله مشغول يا ابو عبد الله، وطلبتكم فش يا حمي بس مره ثانيه. طيب عبد الله انت مقلب تمثيل قبل امس كان ممتاز جدا صراحه. والله الكاركتر ذا ترى اول شيء اشكر شنار، لاني وانا ماشي قال لي وش رايك تطلع بهال عندي شماغ عراقي والبسه، وجاء الفكره من شنار وجت والله على طول، يعني ما كان مرتب له من قبل. يعني ممثل بس انك ما شاء الله تبارك الله يعني طلعت بشكل حلو ما شاء الله. الله يسلمك. يعني كاركتر كان مناسب. الله يسلمك. كم رقم حسابك ابو عبد الله؟ يعني عبد الله العتيبي ما شاء الله كوميدي ممثل اخباري ايش خبر؟ صحفي صحفي. الله يسلمك. هذه تقول جرية بس ما عندنا مشكله. والله يا اخي والله اني اقول صدق تمثيلك عبد الله تمثيلك حلو. الاخبار لا والله انت عارف رايي الاخبار. لا والله توقف لا تقولها والله الصدق الصدق بربي والله. لا عبد الله شوف شوف انا اعطيك معلومه حقيقيه. شوف انه يستمر عبد الله معلومه حقيقيه، الجمهور لا يحب ابدا انك تقطع وقت المتسابقين وتقتص وقت لنفسك في الكوميش الروم، لان إن انت قاعد تاخذ وقت زملائك في موضوع هو ليس بذاك الاهميه. يعني انت سويته مره مرتين خلاص يا عبد الله، مش كل يوم انك تاخذ وقت يومي لهذه النشره حتى الاخبار باسلوب ساخر. ما يعني انا ما تقبلتها انا، واعتقد الجمهور ما تقبلوها كذلك. مساله انك انت تجيب سالفه وتاخذ الوقت يا عبد الله عشان تاخذ سالفه، انت تستطيع انك تقول السالفه هذه بدون ما تروح للكوميشن روم، تاخذ وقت زملائك، تقدر تجلس في جلسه ريالتي. انا احب انا لو ابغى اخبار ما تبعت برامج الواقع صراحه، لانها مش متخصصه بالاخبار. ولو بغيت برامج نوعيه خاصه في الحوارات وذي ما تبعت برامج واقع. احنا ليش نتابع برامج واقع؟ نتابعها لانها برامج لذيذه في واقعيتها بساطتها، يعني جزء منا. يعني وانتم جالسين انا اسولف انا وفهد نتناقش، يعطيني قصه اعطيه قصه، هذه حلوه وهذه اللي يحبها الجمهور، ياخذ على جنب يسولف سوالف مثلا عن ذكرياتنا عن احداثنا، جلسه جماعيه
اخوتكم صداقتكم وقفاتكم، هذه اللي يحبها الجمهور. ابو عبد الله وهرجك على مثمه بس شوف، هي كانت فكره من الاستاذ عبد الله الراجح. اوقف زين، خلي كمل، خلي كمل، خلينا نتكلم. هي كانت فكره من عبد الراجح، طبعا انا اعجبتني هذه الفكره، ولكن ان صراحه ان نكثرها ما كانت يعني يفضل. وهي ان شاء الله ان الفكره قائمه، ولكن يمكن كل فتره يعني مره في الاسبوع ممكن اتقبلها بالضبط. وانت اعطيتني وجهه نظرك اللي تحترم ومقبوله، وشكرا لك ولاي واحد انتقد او اعجبته، يعني كلهم على صعيد واحد. عندي سؤال، تفضل. هل بتخليها اسبوعيه يعني قبل سؤال فهد؟ والله ان شاء الله باذن الله، وعلى حسب الاخبار لما تكون في شيء. هي الفكره منها وش يا ابو عبد الله وليهم من يسمع، الفكره منها يا اخي اخلي الجمهور ملم بما يحصل خلف الكواليس، ولا عرفت يا عبد الله مره كل يوم مره ممله. ممكن انها كل يوم كانت يعني اوفر على قولتها. انت يا عبد الله تقول الفكره فكرتك، شلون صارت فكره الراجح؟ انا اقول لك فكره الراجح انها ان نكثرها، فانا قلت له ودنا نقللها، يعني هذا الموضوع يعني عرفت. ولا هي اما اني انسب ان صاحب انا الفكر، لا والله كانت طرحت من الاستاذ عبد الله الراجح، ايدتها ولكن ما ايدت ان نكثرها الفكره. فكره الاخبار فكرتك ولا فكره الراجح؟ لا والله شوف للحق، والله ماني بناسب شيء مو بلي لي، لا والله فكره الاستاذ عبد الله الراجح كانت ناجحه. انا اقول الفكره اني اقللها، انا من فكرتي كانت نقللها بس. طيب عبد الله، خروجك مع الباب مخالفة صح؟ أي باب يا أبو؟ الباب اللي يجي من الريح سده واستريح. والله يا شيخ بيجيك من الريح بيطيرك يا عبد الله. لا لا إن شاء الله، أنا كنت طالع الموضوع برضه يخص القناة وجت الصورة هذه. اللي هو موضوع إيش؟ موضوع خاص، لو إني أبغى أقول لك ما قلت لك خاص. أي مقطع، أي مقطع تقصد؟ الأول. أي واحد؟ أنت أي واحد تبي؟ كثير. اي صح. اي واحد تبي؟ لان في مقطع كان عبد الله الحربي يسولف مع زميل يقول ان عبد الله العتيبي طلع برا القريه وشكله ابو سلطان بيستبعده. لا لا هذا كان السبب. ما تتابعون مقاطع اكثر منه ما شاء الله. لا بعلمك، هذا الخروج كان يشوفون المقاطع. شوف انا جبت مقطع عرضنا اليوم. طيب اسمع ترى انا مرات متعمد لاني اعرف عبد الله عفوي بيجيب العيد. لا 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 العيد ان شاء الله العيد ما احنا اسلم اسلم. ايه لا لكن انا طلعت، نعم طلعت بسبب انه عندنا كان اعلان المضغوط بيت. لا 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 كان المقطع حق عبد الله الحربي قبل مضغوط بيت. لا 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 مو بصحيح. الله يخليك لي الله يخليك لي وخليك لي بعد، لكنه مو بصحيح. المقطع قبل مضغوط بيت، مضغوط بيت انا اللي منسق الموعد. طيب. أنا اللي منسق الموعد وعارف انه قبل امس. ما في الا هو، ما في الا هو. لا لا مقطع مضغوط بيتنا قبل امس، مقطع عبد الله الحربي له 4 ايام. لا انا اقول راجع معلوماتك ودقق فيها. انا متاكد بكره بنعرض مقطع. المقطع موجود شباب عندكم، خليني ارسل لكم، خل عبد الله يشوفه. انا وين اشوفه؟ انا جالس والله بين هالجدار. لا تشوفه وانت جالس مع ابو سلطان ان شاء الله. ايش شعورك اذا جلست مع ابو سلطان مره ثانيه؟ بتعرف تتكلم؟ والله شوف ابو سلطان اخو وعزيز والمجلس معه على ما قال فخر، لانه كفو ان شاء الله. واذا طردتك بعد فخر سم؟ إذا طردتك من البرنامج فخر. والله هذا شيء على ما قال بيد الله سبحانه، ما هو بيد خلقه. وعرفت وحنا نطلب الرجال، وعمر رضي الله عنه يقول اطلبوا الأشياء بعزة فكل شيء بقدر. زين؟ كفو كفوك الطيب. أي وهذا أقدار الله يعني. الله يعافيك. كأنه بيت شنارة اللي قبل شوي مع ناصر الغامدي حافظه، عرفت؟ يلا شكرا عبد الله. العفو، شكرا موصول لكم أيضا. أنا مستعد. فأمان الله من نشرة الأخبار. فمان الله. شكرا لك عبد الله، شكرا لك. انا مستعد. حبيت سليم تشنط اللي قبل شوي ان حفظه اياه الراجح. مستعد. لا انا ناصر معطيه جوال. والله ناصر عطى الجوال. اعطيه جوال يا رجال. سلامات علي. علي سلامات. كنت اتكلم بس جتني مكالمه سريعه. اسمع خلاص. طيب نرجع. علي من كان يكلم؟ لا عندنا مشوار. وقف يا ناصر. لا خلاص خلاص. يكلم. خلي الجيم يحاول. كان بس كنت اتكلم. نخرج علي كان خوفنا. الحمد لله علي بخير وسلامه. علي فيك شيء علي؟ طيب. يا اخي النقاد يخافون على بعض، هذه روح الاخوه. نعم نعم هذه روح الاخوه. لو في سالم حسين كان قال تبغى تروح مضغوط بيتنا الله يضغطه. طيب في ابغى صوره رقم 3. خلوني نشوف الصوره. خلوني ايش اللي طلعت عبد الله التيمي. معلش يا شباب. اي والله تعود على الرعيه بسرعه. سبحان الله. الان محور رقم 3، نشوف الصوره معاكم مشاهدينا.